العامل العراقي سختشي كله احنا نعرفه وما تقدر تصيح عليه لين يقاومك. تنبلي يلعب بوبجي ما يقبل يطلع يشتغل، تحسبه عليه عاطل عن العمل. وعندنا احنا كله احنا ولد، وعندنا ولد عمنا ولد اخونا ولد اخواتنا، تشغله بشغله ما يضل بيها شهر. ليش؟ لان تنبل. ذول السختشيه سووا لهم حل شيخ محمد، ذول السختشيه سووا لهم حل. اطيرات ابو نايم خوش والله، اقول اطيرات ابو نايم هو نايم يصير ميس والله الانسان اي ما هو هذا اللي يردونه. يعني هسه العراقيين العراقيين صاروا سختشيه ويلعبون بوبجي شيخ محمد؟ لا لا، اكو 8 ملايين مو سختشيه دا يشتغلون زين. ذول السختشيه حملت الدكتوراه والماجستير يا استاذ محمد. استاذ محمد اولا شوف ذول الشهادات ماجستير ودكتوراه وبكالوريوس صار سنتين، صار سنتين متظاهرين. هذول مو تحت خط الفقر، وهم لا تشبكوا للمتظاهرين ويا شيخ محمد والدكاتره والاطباء عاطل عن العمل. شوف استاذ كريم، اقول سؤالي واضح بالنسبه لك للدوله، سؤالي واضح بالنسبه لك خطط للحكومه لا. سؤالي واضح جاوبك، هي جاوبك. دكتوراه عاطل عن العمل يعني ما عنده ولا دينار، هذا هم سختشي؟ والله انا ما اولا انا ما اتهمت الدكتوراه سختشي، انا حجيت على بعض الشباب اللي حضرتك ترفض تعينهم بقناتك وترفض تعينهم في مطعمك وترفض تعينهم في خليني فندقك. خليني يا استاذ محمد خليني اتذكر الشيخ غيث. قبل لا تروح انا وياك قبل لا تروح استاذ نجيب. شيخ محمد انت باقي وياي بشرفك، لو كنت صاحب شركه تشغل غير العماله الاجنبيه؟ والله دخلي الله يعطيني شركه وذاك الوقت اجاوبك. تدري ذولا ما يشتغلون. شيخ محمد خلينا انتقل للشيخ غيث التميمي. شيخ غيث، الرجل قالها بلسان عربي فصيح وبصوت عالي وانا احترم رايه. يقول يا اخي انت ليش الصوره السوداويه هذه؟ روحوا للابيض، يعني هذا استهداف للعمليه السياسيه، ماكو منجزات. هسه يتهمني ويتهمك بهذه القضيه، يعني هذا القول يحتاج أن نقف عنده ونتوثق من الحقائق. سيد غيث التميمي، يعني شوف هو المشكلة وين هسان والشيخ محمد دائما يطلع ابن معرة. الموضوع له علاقة بفلسفة الدولة، هي شلون نفهمها. يعني هو اللي دي يحكي شيخ محمد، لو قاعدين بمضيف مع العشيرة، لو قاعدين هسه بقهوة وجايين نسولف أنا وياه ونلعب طاولي، كلش طبيعي. هو هذا حكينا، الناس الفاهمة دا تشوف هيك وكلامه صحيح. يعني الناس بالشركات بالمطاعم يشغل العمالة الأجنبية ومن هالحكي هذا، لكن هذا حكي يحكون الناس العاديين. لما نجي لمنطق الدولة، الدولة ما تفكر بهالطريقة. يعني على سبيل المثال، احنا لما نجي نحسب اقتصاد الدولة، نحسب الدخل القومي ونحسب التعداد السكاني ونشوف الطبقة العاملة شقد ونشوف فرص العمل المتاحة ونشوف شقد مساهمة القطاع الخاص والقطاع الانتاجي في تدوير وتفعيل اقتصاد الدولة. الواقع يقول نعم اكو طبقة مرتاحة بالعراق، صحيح هذا ما بي شك، اكو طبقة وطبقة مو قليلة، طبقة مرتاحة عندها أرقى بيوت وبدأت عندها مجمعات وعندها حمايات وخدم ببيوتهم ومصالحهم وترتيباتهم وسفرهم وراحتهم موجودة. هذا ما ممكن ننكر إنه 100 مليار والمية وخمسين مليار الطب للدولة تتبخر، غير الطب جيوب ناس، هو هاي الناس اللي طب جيوبهم موجودين طبقة مرتاحة. بس من نجي نحسب هاي الطبقة المرتاحة إش قد بالقياس إلى عموم أبناء الشعب، أنا راح أعطيك إحصائية من وزارة التخطيط مثلا العراقية، هاي الدولة تقول 46% تقريبا بالسماوة محافظة المثنى ذولة تحت خط الفقر. نروح لديالة، ديالة اللي يصير بيها دائما عمليات القتل وهاي، ذاك اليوم شفتوا احنا، خلي نروح لديالة ونشوف ديالة اللي هي مدينة البرتقال، مدينة البساتين، مدينة السلة الغذائية مال العراق. طيب روح انا احكي لك هسه هاي بني تميم وذول المهداوية وذول العشائر الديالة اللي موجودين، روحوا وطبوا عليهم وشوفوهم.
كانوا عايشين على بساتينهم وزرعهم وخيرهم. الآن كل بساتينهم تجفيفها وبدت تتجرف وتتهدم، وولدهم تحولوا إلى ميليشيات، وصار أكو موارد تدخل لديالة عن طريق التهريب وعن طريق الميليشيات وعن طريق الكذا، بس ماكو عندك موارد طبيعية وتجارة وسوق ومولات ومصارف وبزنس ومثل العالم. ماكو، لاكو شوارع، لاكو نظام، لاكو قانون. وجاي نشوف الدليل عملي يوميا، حرق بيوت وتهجير قرى وتفجير ناس وقتل أفغانستان. عوائل آمنة وإرهاب وداعش أفغانستان ديالة. لا قصدي 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 شيخ، احنا لما نجي للأمور، يعني كشخص انت سميتني معارض، نعم أنا أنتمي لحزب وهذا الحزب يعتبر معارض. ما من المنطقي لما أطلع أنا بالتلفزيون أظل أحكي بإيجابيات الحكومة اللي هي ما لامسها أنا.